السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل كلامنا النهاردة في الكلينيكال لابوراتوري ستاتيستكس. النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون عن الكاري اوفر ستادي، ازاي بنعملها ومهمة في بالظبط. الكاري اوفر ستادي بعملها كجزء من الفاليديشن بتاعت اي انسترومنت جديد، لكن لازم اخلي بالي لو الانسترومنت ده بيستخدم ديسبوزابل تيب، هنا مش ريكوايرد للأجهزة اللي بتستخدم ديسبوزابل تيب زي الكواجوليشن ماشين، مش محتاج ان انا اعمل لها ايه كاري اوفر ستادي. لكن هتلاقي الماشينز اللي بتستخدم سامبلينج بروب واحد في السامبلينج ومحتاجة تعمل ووش between the samples، هنا لازم اعمل الكاري اوفر ستادي. طب انا هعملها ازاي الكاري اوفر ستادي؟ انا اول حاجه محتاج تو سامبل، وان سامبل بتبقى فيري لو كونسنتريشن والسامبل الثانيه بتبقى فيري هاي كونسنتريشن. بقسم الفيري لو كونسنتريشن سامبل دي ل 11 اليكوت، يعني 11 سامبل، والفيري هاي كونسنتريشن بقسمها ل 10 اليكوتس، يعني 10 سامبل. يبقى التوتال عندي كام؟ 21 سامبل. اوكي، ولازم الجهاز بتاعي ما يمشيش اي سامبلز خلال الاستادي، يبقى انا الجهاز بتاعي بمشي في الوقت ده بس عليه الكاري اوفر ستادي، ما فيش اي حاجه تانية بتبقى ماشيه عليه. دي اول حاجه. الحاجه التانيه المهمه جدا الاوردر بتاع السامبلز دي همشيها ازاي، ودي من اهم الحاجات اللي ممكن تخلي الاستادي بتاعتي باس اور فيل. الاوردر هنا زي ما احنا شايفينه كده اهو، دول ال 21 سامبلز. ببص الاقي انا محتاج ان انا امشي اول حاجه 3 سامبل لو، وبعدين بعديهم 2 هاي، وبعدين واحده لو، وبعدين 2 هاي، وبعدين 4 لو، وبعدين 2 هاي، وهكذا لحد ما اخلص ال 21 سامبل بتوعي بالاوردر اللي انا شايفه ده. لازم الاوردر ده نمشي عليه بالظبط، والا الاستادي هتبقى فيل. وبعدين الجهاز السوفت وير، لما هنيجي نفتح السوفت وير هنلاقي بدا يحسب لي الكاري اوفر عن طريق انه بيحسب المين للهاي لو سامبلز واللو لو سامبل. اوكي، يبقى المين بتاع الهاي لو والمين بتاع اللو لو ويطرحهم من بعض، الفرق ده هو ايه الكاري اوفر، زي ما هنشوف في السوفت وير لما نيجي نفتحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على الكاري اوفر ستادي. الكاري اوفر ستادي احنا بنعملها علشان زي ما قلنا من شوية انه اطمن انه مفيش كاري اوفر من هاي سبيسمن للو سبيسمن. اوكي، هاجي هنا ادوس على كاري اوفر واروح على اكسبيرمنت واقول نيو. نفترض ان الانسترومنت بتاعي كان الابوت، CI-4100، الانالايت كانت البيتا اتش سي جي، اقول اوكي. بختار اليونت اللي هو ملي انترناشونال يونت بريمال. كونسنتريشن طبعا انا قلت من شويه انه انا بختار عينه فيري لو وعينه فيري هاي، وعشان الموضوع ده يتم ببساطه ممكن استخدم الكاليبريتور، الفيري لو كونسنتريتد كاليبريتور والفيري هاي كونسنتريتد كاليبريتور. فاللو كان 1 والهاي 1200. بالنسبه للايرور ليميت خليه كالكوليتد، السوفت وير هو اللي هيحسبه لي، وده اللي على اساسه هبدا الجهاز يقول لي والله الكاري اوفر بتاعتك اذا كانت باس ولا لا. اقول له اوكي، هيديني هنا زي ما انا شايف كده الاوردر بتاع السبيسيمن. اوكي، ولازم ادخلها بالترتيب ده عشان
الاستادي بتاعتي ما تبقاش فيل. هنا هضطر ادخلها مانوالي. اللو كانت 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 8 2 0 0. شوف بقية النتائج. 1 1 2 2 4 1 2 0 4 1 1 2 2 1 1 1 8 0 1 2 0 9 1 2 1 7. اوكي، وبعدين 0. اوكي، مجرد ان انا بدوس تاب جايب لي هنا اذا كان الاستادي بتاعتي باص ولا لا. يس جرين. وده بناء على ايه؟ على ان المين بتاع الهاي لو، الهاي لو مين وده اللو لو مين، الفرق ما بينهم كان الكاري اوفر، لان الكاري اوفر هو الديفرنس بتوين المين بتاع الهاي لو واللو لو. اوكي، يعني ايه الهاي لو واللو لو؟ الهاي لو اللي هو انا مشيت عينه هاي وبعديها عينه لو، المين بتاعهم كان 0.8، ولما مشيت عينه لو بعديها عينه لو كان الديفرنس بتوينهم كان المين 0.4. فالكاري اوفر هو الديفرنس بتوين دول، فكان طالع لي 0.4. طب الايرور ليميت كان طالع 1.6. الكاري اوفر هنا 0.4 اقل من الايرور ليميت، معنى كده انه الاستادي بتاعتي باس. اوكي، ولازم التزم بالترتيب بتاع البروسيسنج ده زي ما قلنا من شويه. اوكي، علشان الاستادي بتاعتي تو باس. لو بصينا على الريبورت هلاقي الكاري اوفر جايب لي المين بتاع الهاي لو كان 0.8، والمين بتاع اللو لو 0.4، والكاري اوفر ده الديفرنس بتوين، والايرور ليميت كان طالع 1.6. معنى كده ان الاستادي بتاعتي ايه؟ باص. اوكي، وهنا الداتا اللي انا دخلتها. اوكي، معنى كده انه ببساطه جدا قدرت اعمل الكاري اوفر ستادي اللي هي مهمه جدا وضروريه وريكوايرد لكتير من الاكريديتيشن بوديز زي الكاب. اوكي، محتاج ان انا اعملها. ده ملخص الكاري اوفر ستادي. لو في اي حد عنده ستادي معينه عايزنا نتكلم فيها في الفيديو اللي جاي، يا ريت يبعت لي ايه الاستادي اللي حابب ان احنا نتكلم في الفيديو اللي جاي عنها، وان شاء الله نعمل فيديو عنها قريبا يعني. شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.